السلام عليكم إخواتي أخواتي، أنا نجيب زهري من زايست. جئنا إلى هنا لنصنع المستقبل لنا ولأولادنا. التصويت جزء من الاندماج. الانتخابات البلدية حق لا تفرط فيه من أجل مستقبل أفضل لأحيائكم ومدينتكم وأبنائكم. نحن نؤيد الاستدامة، التسامح، التضامن والتعاطف، لا تمييز ولا تهميش. فلهذا صوتوا على حزب التغيير اليسار الأخضر. كونوا معنا في 21 مارس أذار لنكون يدا بيد نحو الغد.